السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. هناخد النهاردة تسطيب الكالي لينكس على الفي ام وير. طبعا الكالي لينكس ده معروف إن هو أوبريتنج سيستم مخصص لل أو بلاتفورم مخصصة للبنتريتور البنتريشن تيسترز. كذلك طبعا أغلب الهاكرز بيستعملوا برضو الكالي لينكس ده، لأنه طبعا مدعم تولز كتيرة جدا فوق ال 150 تول، ما بين الويب ابلكيشن هاكينج والباسورد كراكينج والنتورك فورنسيك. طبعا الحاجات دي كلها الكالي لينكس بيدعمها. هناخد النهارده تسطيب الكالي لينكس. نحب ننوه ان الكالي لينكس طبعا ده الاصدار الجديد من نسخه الباك تراك، ولكن طبعا الباك تراك وقف عنه الدعم خلاص. فطبعا هنشتغل النهارده على الكالي لينكس، وهنتعلم النهارده ازاي نضيف برضو كارت الالفا، اليو اس بي كارد، اليو اس بي واي فاي كارد، هنضيفه على الكالي لينكس ازاي. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه احنا هننزل كالي لينكس منين؟ طبعا هندخل على ال فايربوكس، تمام، هنكتب كالي لينكس وهنخش على موقع كالي لينكس. هنخش على الداونلودز، داونلود كالي لينكس، و هنخش على ال official offensive security كالي لينكس. هننزل بقى نسخة مخصوصة من الكالي لينكس للفي ام وير، ودي نسخة طبعا هتوفر عليك تسطيب الكالي لينكس، لان انت ممكن تنزله اما من فوق فانت هتضطر الايزوهاي بتاعته فانت هتضطر تسطبه، لكن انت هتنزل النسخة الجاهزة بتاعت الفي ام وير. تمام، وبالتالي احنا هننزل مثلا نسخة ال 64 بت. بس كده، ده كل المطلوب منك انك تعرفه، وهتحمل النسخة بتاعته. اوكي، طيب بعدين هنعمل ايه؟ انا طبعا حملت النسخة دي، هروح على مكان التحميل النسخة. فولدر، تمام، موجودة هنا بتهيألي، اهي، هناخدها. طب بس ايه، في مكان فاضي كده، دلوقتي قرب يخلص هو كوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام جميل جدا، هنعمل له اكستراكت. قرب يخلص الاكستراكت اهو. هنروح على الفي ام وير، هنعمل اوبن فيرتشوال ماشين. كنا دايما بنعمل كرييت نيو فيرتشوال ماشين، لكن المره دي هنعمل اوبن نيو فيرتشوال ماشين، لان النسخه دي انا منزل، يعني هي نازله من الكالي لينكس نسخه جاهزه على الفي ام وير، مش محتاج انك تسطبها. هروح على فيرتشوال لابس تولز كالي لينكس، ده بقى الملف اللي احنا هندوس عليه. حلو جدا، بس كده نسخة جاهزة، تمام، مش محتاجة أي حاجة. هنعدل بس ايه كروت الشبكة، هنخليها مثلا بين النت 6، أو مثلا هنشوف، هنخليها مثلا بين النت 5.
BM5 بس كده، مش محتاج اي حاجة تاني. واجيب باور اون ذيس فيرتشوال ماشين. طبعا هجيب ايكوبيد ات، هندوس اوكي او انتر. اليوزر نيم روت، الباسورد تور تي او او ار، عظيم جدا. هنفتح التيرمينال، هنكتب اف كونفيج. جايب لي ان انت عندك كارت شبكه اللي هو ايثرنت 0 اللي انا موصله في ام نت 5، خد اي بي دي اتش سي بي من الراوتر 10.0.0.51. لو انا جيت عملت بينج على الراوتر، شغل النوم لوك بي بينج على الراوتر. لو انا جيت بالنكت مثلا على جوجل، المفروض انا مطلع نتورك دي بره. مشكلة بتهيألي، روح أبص هنا على الراوتر، اعمل بينج 10.8 البينج اهو على جوجل. طيب انا في الحالة دي هكتب الاتي ATC انت بالدي انت بالدي networking stop، و بعدين network manager stop، وبعدين network manager restart، وبعدين fconfig ethernet 0 up، وبعدين هكتب networking دي بدل الستوب هنعملها start. عظيم جدا. هنعمل بينج بقى على جوجل مرة تانية. وقد تكون انا مش عامل النت دو شو رن، لا انا عامل النت.
هو على العموم بس محتاج ياخد وقت مش اكتر. احنا بس نتعلم بقى ازاي نضيف كارت الالفا. طبعا انا هضيف كارت الالفا دلوقتي، اوصله باليو اس بي عندي. انا اعتبر ضفت كارت الالفا عندي، وظهر عندي على الويندوز ان في يو اس بي كارت الفا ظهر. هاجي عايز اعرفه بقى جوه الكالي لينكس، هاجي كليك يمين على التاب بتاع الكالي لينكس وهجيب ريموفبل ديفايسز الرو لينك ده، هنعمل عليه كونكت. تمام كده، هاجي اعمل اف كونفيج مره تانية. المفروض هيتعرف عندي كارت الالفا تحت مسمى دبليو لان زيرو، اهو ظهر عندي اهو. تمام كده، كارت الالفا شغال معاك تمام اهو. تقدر تكونكت وايرلس وتعمل عمليات البنتريشن تيست بتاعتك على اي وايرلس نتورك عن طريق كارت الالفا. اهم حاجه ان احنا في امرين لازم تكتبهم قبل اول ما تسطب الكالينكس، apt get update تمام مره، ومره تكتب apt get upgrade. لازم تكون طبعا متصل بالنت، يعني انت مثلا تعرف كارت الالفا جوه، او تتصل تعمل كارت الشبكه بتاعك مثلا على بريدج او النت. المهم تكون متصل بالنت وتدخل الامرين دول عشان يحدث الكالي لينكس عندك. انا خلصت الفيديو ده. بكده نكون خلصنا سلسله فيرتشوال لابس. اتمنى ان هي تكون عجبتكم وفادتكم. منتظر استفساراتكم على جروب يور جايد تو نتورك. طبعا انا هحط لينك الجروب ده في الديسكربشن بتاع الفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.